الواحد بيبقى فيه في حياته حد هو فعلا ما يقدرش يرد له كلمه. بس حد واحد يعني دي قليله خالص. لا انا ما قلتش حد واحد. بيبقى في حياتك حد، الحد عادي انت ممكن تقول انا ما اقدرش اكسر كلمه او اكسر بخاطر. ما تكسرش كلمه المدير بتاعه عشان ما ياخدش. لا ده مش خاطر. انا بقول حد ما تقدرش ترد له كلمه، يعني من قبيل المحبه مش من قبيل الغصب. يعني مش من قبيل الغصب، مش من قبيل النفاق، مش من قبيل الترقيه والمكافاه وانه ما يضايقنيش ويغلس عليا. لا احنا مش في ده، احنا دلوقتي في خاطرك بتاع المحبه. يعني عارف اول ما تقول لحد كده عشان خاطري، او حد يقول لك عشان خاطري، فتحس يا انت عارف بتمسكني من ايدي اللي بتوجعني. انا ما بقدرش قدام كلمه عشان خاطري دي ارفض لك طلب مهما كان الطلب ده هو ايه. حاضر. هو في يعني في ناس كتير عزاز علينا ممكن يكونوا ولادنا مثلا، يعني عمر ما ابني او بنتي هيجي يقول لي عشان خاطري واقول له لا انا كلمتي هي اللي ما خلاص. لا يعني. لا حتى بص لو كان في شد، بس هو لو يستنى حبه كده في الهدوء يقول لك طب عشان خاطري يا بابا انا بس مش عارف ايه. يجي يقول لك عشان خاطري مع بوستين حلوين خلاص الموضوع خلص. الموضوع خلص صح. مراتك عشان خاطري ايه؟ الواحد يعني مراته يبقى طبعا تمام طبعاً. صح؟ ده من قبيل المحبه ولا حاجه تانية؟ الاثنين لا كل حاجه. طيب غير الناس اللي هم القريبين جدا، في حد بيبقى فعلا له مصداقيه ومحبه في قلوب الناس، فلو اتنين متخاصمين او متخانقين بينهم مشاكل وحكموا طرف تالت دخل، فيجي يقعد مع كل طرف لوحده وبعدين يجي يقول طب يعني طب عشان خاطر انا يعني في النص استلحوا، طب خلاص تبتدوا صفحه جديده. فممكن لاجل الخاطر الشخص ده هم المشكله اللي بينهم تتحل ويرجعوا زي السمنه على العسل. يعني قصدي مش شرط ان الخواطر دي او حد ما تقدرش ترد له كلمه يبقى من الاسره او من لا خالص. انت ممكن بس هو ساعات ليك مكانه عندك. ساعات لما بروح مثلا نكلم حد اقول له يعني طب لو انا اتكلمت في الموضوع ده هتصغرني، يقول لك لا لا هكبرك. ما اقدرش. ايوه ما اقدرش. ما اقدرش يعني ايه؟ يعني مثلا لو انا جيت في الاخر وقلت له لا هو بصراحه هو الطرف الثاني هو الغلطان، بس انت عشان خاطري هتعديها. تمام يعديها او يقول لك ايه بص لو انا شديت عليك شويه في القعده ما تزعلش، انا هشد عليك عشان الموقف بس يخلص. انت عارف انا بعزك وبحبك قد ايه، فانت من محبتك ومن ثقتك ومن ان الشخص ليه مكانه عندك، فتلاقي نفسك تقول له انا ما اقدرش ارد لك كلمه وتتحمل. طب يعني يبقى سؤال حلقه اليوم، مين الشخص اللي ما تردلوش كلمه او عشان خاطره تمشي الامور، او لو قال لك عشان خاطري الدنيا تمشي وتبقى أيوة. زي الفل ما تعطلهاش. قولوا لنا وابعتوا لنا على صفحتنا على الفيسبوك سي تي في ايجيبت وهنقرا كل تعليقاتكم. الفقره الاولى النهارده هتبقى فقره مدتها قليله مش زي كل يوم، عشان عندنا النهارده فقرات كتيره وان شاء الله تعجبكم وتبقى فقرات ممتعه، لكن تعالوا ناخد بقى التعليقات على طول. بس اللي هيقول مين الشخص اللي مش بيرد له كلمه، مش عشان خوفا منه عشان حاجه، مش بترد له كلمه لاجل خاطره لانه غالي عندك او ان انت خاطره ده حاجه كبيره قوي عندك، فمين الشخص اللي ما تردلوش كلمه؟